ذكرنا في الشرح السابق عند إيجاد ليميت لأي فانكشن نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن. إذا اداني قيمة تنتمي للريال نمبرز done، هذه هي قيمة الليميت. إذا اداني even root لنيجاتيف فاليو ده undefined، يبقى الليميت does not exist. إذا اداني constant over zero نشوف يسار ويمين هل بيديني both same sign يعني positive infinity أو negative infinity، فنقول إن الليميت بيساوي positive أو negative infinity. إذا اداني opposite signs نقول does not exist. قلنا إن الكيس الرابع إن يديني أحد أشكال ال indeterminate forms اللي هي 0 over 0 أو 0 power 0 أو infinity minus infinity أو infinity تقسيم infinity أو infinity مرفوع على power 0 أو 1 مرفوع لإنفينيتي أو 0 مضروب في إنفينيتي. إذا اداني أحد هذه الصيغ السبعة ندور على تكنيكس لحل الليمت. وقلنا أول تكنيك يعني مستخدم بكثرة هو الفاكتورايزيشن، إن إحنا ناخد كومون فاكتور أو نحلل الكوادراتيك إيكويشن أو فرق بين مربعين أو فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين. كل دي أشكال للفاكتورايزيشن. احيانا ما يكونش في فاكتورايزيشن، يكون في كومون دينومينيتور محتاجين نعمله عشان نبسط شكل الداله، فيكون هو ده الحل الامثل لايجاد الليميت، كومون دينومينيتور. لما يكون البسط او المقام في مقامين محتاجين نوحدهم، ناخد مثال. لو قال لي limit مثلا 1 تقسيم x plus 3 minus 1 over 4 تقسيم x minus 1 when x approaches 1، لو عوضنا بال 1 f of 1 هنلاقي ان هديني في البسط 1 over 1 plus 3 minus 1 over 4 وفي المقام 1 minus 1. 1 over 4 minus 1 over 4 0، 1 minus 1 0، وبالتالي اداني indeterminate 4. محتاجين ندور على تكنيك يحسب لي الليمت. لو فكرنا في الفاكتورايزيشن مش هنلاقي ترمز نعملها فاكتورايزيشن، مفيش فرق بين مربعين ولا مكعبين ولا كوادراتيك ايكويشن ولا فرق بين مكعبين ولا مجموع مكعبين. وبالتالي نفكر يعني في الشيء اللي بيلح علينا، ان في البسط كميتين كل منهم عبارة عن بسط ومقام، فنوحد المقام بينهم. فممكن نقول يساوي limit when x approaches 1، طبعا ده مثال وهناخد اسئلة كتير، 1 over x plus 3 minus 1 over 4 وتحت x minus 1. كل اللي هعمله ان هضرب في حاصل ضرب المقامين فوق وتحت، 4 x plus 3 وتحت 4 في x plus 3، كأني ضربت في واحد لان التو تيرمز يكنسلوا مع بعض. لو دخلت البسط مع كل ترم في البسط هنلاقي في الترم الاول الاكس بلس 3 يكنسل مع الاكس بلس 3 بقى 4، في الترم الثاني ال4 تكنسل مع ال4 يتبقى اكس بلس 3. اما المقامات نضربها كلها ببعضها اللي تحت، 4 في اكس ماينس 1 في اكس بلس 3. نبسط البسط ليميت x approaches 1، طبعا نبسط لغاية ما نشطب الترمز اللي بتدينا صفر في البسط والمقام، 4 minus تدخل على x وتدخل على 3 وتحت ما غيرناش حاجة. نلاحظ ان فوق ممكن نختصر four minus three ب1 ف1 minus x،
وتحت في عندنا x minus 1 فوق 1 minus x. ممكن نبدل ال x minus 1 ب 1 minus x ونطلع إشارة سالب بره، يبقى سالب 4 في 1 minus x. طبعا ممكن نعمل الكلام ده في البسط أو في المقام. إذا بدلنا التو تيرمز لقوس نحط إشارة ماينس بره. دلوقتي نقدر نشطب القوس اللي كان عامل مشكلة في البسط والمقام، لأن قيمته فوق بصفر وتحت بصفر، وبالتالي أقدر أعوض مباشرة. بقى فوق واحد وتحت ماينس فور في وان بلس ثري، يعني نيجاتيف وان اوفر سكستي. وده جواب السؤال. استخدمنا الكومون دينومينيتور لتوحيد مقامات البسط، واحيانا في المقام لتبسيط الحل وإزالة الأقواس اللي بتديني صفر في البسط وصفر في المقام، وبتخلي الفانكشن undefined عند القيمة المطلوب حساب الليمت عندها. Evaluate the limit if it exists ل 1 over x minus 1 over 3 تقسيم x minus 3 when x approaches 3. نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن كالمعتاد، نشوف قيمة الفانكشن عند الجيفن فاليو المطلوب حساب الليمت عندها. في البسط 1 نشيل الاكس ونحط 3 ماينس 1 اوفر 3، في المقام نشيل الاكس ونحط 3 ماينس 3. البسط 2 ترمز سيميلر 1 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 0، مقام ايضا 2 سيميلر ترمز 3 ماينس 3 0، اداني 0 اوفر 0 which is indeterminate form. نفكر بأول تكنيك اللي هو الفاكتورايزيشن، مش هنلاقي لا بسط ولا مقام نقدر نعمل فاكتورايزيشن. التكنيك التالي والواضح يقول لنا يعني أنا موجود هو الكومون دينومينيتور. البسط في 1 over x minus 1 over 3 نوحد المقامات، فنقول إن ليميت الإكس أبروتشز 3 في البسط عندنا 1 over x minus 1 over 3 وفي المقام x minus 3. اسهل طريقة لتوحيد المقامات ان انا اضرب في حاصل ضربهم فوق وتحت، هضرب 3x فوق و 3x تحت كأني 1 3x over 3x ب 1، ما غيرتش حاجة في السؤال، ولكن اقدر ادخل 3x على كل ترم 3x times 1 over x، ال x تكنسل مع ال x يتبقى 3، 3x times 1 over 3 ال 3 تكنسل مع ال 3 يتبقى x، وفي المقام مفيش حاجة اختلفت 3x بس بعدلها x minus 3 يساوي البسط في 3 minus x والمقام x minus 3. لما يكون عندنا قوس نفس التو تيرمز ولكن منبدلين نضرب في نيجاتيف 1 فوق او تحت. لو خدنا مشترك نيجاتيف 1 فقط فوق او فقط تحت هتبقى جوه القوس x minus 3. نعكس الحدود، النيجاتيف 1 لما تدخل على الاكس يبقى نيجاتيف x نفس اللي فوق، ولما نضرب النيجاتيف 1 في نيجاتيف 3 يديني بلس 3 اللي موجوده. ما غيرناش حاجه في البسط دلوقتي، ولكن عدلنا شكل القوس بحيث يتوافق مع القوس اللي في المقام. دلوقتي قوسين زي بعض، هم من دول اللي عاملين مشكله، ان لما اعوض فيهم بزيرو يطلع في البسط زيرو في المقام زيرو. صفت المعادله بعد كنسله الاقواس لليميت اكس approaches 3 لنيجاتيف 1 تقسيم 3x، تعويض مباشر minus 1 over 3 times 3 which is negative 1 over 9. يبقى direct substitution طلع لنا indeterminate form. نفكر في الفاكتورايزيشن، مفيش مجال نعمل فاكتورايزيشن، وفي دينومينيتور ممكن نوحده، يبقى
هيسهل لنا كتير ان احنا ناخد كومن دينومينيتور للبسط او للمقام حسب اللي محتاج فيه. evaluate the limit if it exists. طالب limit لقوس مرفوع لنيجاتيف باور بلس 2 مرفوع على نيجاتيف باور تقسيم h when h approaches to 0. لما نشوف اي ترمز مرفوع على نيجاتيف باور ننزلها في المقام بنفس الباور ولكن بالبوزيتيف، يبقى limit h approaches 0 في البسط هيكون 1 over negative 2 plus h، النيجاتيف 1 هتصير بوزيتيف 1 مش لازم نكتبها، بلس 1 اوفر 2 اس 1 نفس الشيء مفيش داعي نكتب باور 1، وفي المقام اتش نقدر بالدايركت سبستيتيوشن نحسب قيمه الفانكشن ات 0، القيمه اللي عايز يحسب عندها الليمت. في البسط هيكون 1 اوفر نيجاتيف 2 بلس 0 بلس 1 اوفر 2، وفي المقام هنعوض بالاتش اللي هي 0. البسط هيديني نيجاتيف 2 بلس 0 يبقى نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2 تقسيم 0. النيجاتيف 1 اوفر 2 تكنسل ال 1 اوفر 2 يبقى البسط 0 والمقام 0، وبالتالي عندنا indeterminate form. نفكر في تكنيك يبسط السؤال. لو حبينا نعمل factorization مش هنلاقي terms نعملها factorization، نفكر في الكومن دينومينيتور لان البسط محتاجين نوحد مقاماته. اسهل طريقة عشان اوحد المقامات اضرب في حاصل ضرب المقامين. عندنا 1 over negative 2 plus h plus 1 over 2 وتحت h، حاصل ضرب المقامين هو 2 في negative 2 plus h. اضرب في البسط وفي المقام كأني ضربت بالظبط في 1، لو كنسلوا مع بعض هدوني 1، ولكن ده هيبسط لي الحل. فأقول limit h approaches 0. لو ضربت الترم الاول في 2 والقوس minus 2 plus h، القوس هيكنسل مع القوس ويتبقى 2. ولو ضربت الهاف في 2 مع النيجاتيف 2 plus h، 2 تكنسل مع 2 يتبقى نيجاتيف 2 plus h. فالبسط اتبسط، المقام مفيش تغيير، 2 في h في نيجاتيف 2 بلس h هيساوي limit when h approaches to 0. في المقام عندي 2 بلس نيجاتيف 2 بلس h يبقى h. في المقام مفيش حاجة اختلفت. نقدر دلوقتي نكنسل الاتش مع الاتش اللي هي كانت بتعمل 0 في البسط و0 في المقام، وبالدايركت سبستيتيوشن نعوض عن الاتش بصفر. في البسط فقط في 1، في المقام في 2 ونيجاتيف 2 بلس 0 ايكوالز 1. 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 نعدلها نقول نيجاتيف 1 اوفر 4. evaluate the limit if it exists. طالب limit 1 over t minus 1 over t square plus t when t approaches to 0. بالدايركت سبستيتيوشن first step بنشوف قيمة الفانكشن عند 0. 1 over 0 minus 1 over 0 square ب 0 plus 0، فالجواب infinity minus infinity، وبالتالي indeterminate form. ندور او نبحث عن تكنيك
يبسط شكل المعادلة. مفيش أي تيرمز نعملها فاكتورايزيشن، ولكن في مقامين مختلفين ممكن ناخد كومن دينومينيتور بينهم، فأقول إن هو بيساوي ليميت تي ابروتشز تو زيرو. نضرب المقامين في بعض، تي في تي سكوير بلس تي، نقسم على تي تبقى تي سكوير بلس تي من الترم الأول، نفس إشارة الماينس، نقسم على الترم الثاني يتبقى تي يساوي ليميت تي ابروتشز تو زيرو. نقدر نفك القوس، تي سكوير بلس تي ماينس تي تقسيم تي. طبعا القوس ده فيه تي سكوير بلس تي، فاقدر اخد تي مشترك بره يبقى تي بلس 1. يبقى طلعت تي بره، تي في تي بتي سكوير، من الترم الاول اتبقى تي ومن الترم الثاني اتبقى 1 equals limit تي تكنسل تي، يتبقى فوق تي سكوير وتحت تي سكوير في تي بلس 1. نكنسل التي سكوير مع التي، وبالتالي كنسلنا الترمز اللي بتديني صفر في البسط والمقام. اقدر دلوقتي اعمل دايركت سبستيتيوشن، اقول 1 اوفر 0 بلس 1 which is 1. evaluate the limit if it exists. طالب ليميت 1 اوفر اكس بلس اتش الكل سكوير ماينس 1 اوفر اكس سكوير تقسيم اتش وان اتش ابروتش 0. كالعاده نبدا بالدايركت سبستيتيوشن، نجيب قيمه الفانكشن ات 0 في البسط 1 اوفر الاتش ب 0 يتبقى اكس نربعها 1 اوفر اكس سكوير ماينس 1 اوفر اكس سكوير في المقام في اتش بزيرو. البسطو سيميلر تيرمز يبقى زيرو تقسيم زيرو انديترمينت فورم. لو حاولنا نجرب الفاكتورايزيشن مش هنلاقي حدود نعمل لها تحليل، لكن ممكن نوحد المقام في البسط، فاقول ان ليميت اتش ابروتشز زيرو. هكتب نفس الفانكشن الجيفن وهضرب بسط ومقام في حاصل ضرب المقامين، يعني اكس سكوير في اكس بلس اتش الكل سكوير، وطالما ضربت في البسط اضرب في المقام، فكأني ضربت في واحد بالظبط، نفس الترم فوق وتحت. لو دخلنا اكس سكوير في اكس بلس اتش كل سكوير مع الحد الاول يبقى الاكس بلس اتش الكل سكوير يكنسل نفس القوس، يتبقى من الترم الاول اكس سكوير. الترم الثاني الاكس سكوير هيكنسل مع الاكس سكوير، يتبقى اكس بلس اتش الكل سكوير. المقام حاصل ضرب الاتش في اكس سكوير في اكس بلس اتش الكل سكوير، ده يساوي في البسط ممكن فرق بين مربعين، وممكن نعمل اكسباندنج للقوس اللي هو اكس بلس اتش الكل سكوير، كلاهما اوكي. لو خدناها فرق بين تو سكويرز يبقى اكس واكس مره ماينس ومره بلس، اكس بلس اتش اكس بلس اتش، المقام ما تغيرش. ليميت اتش ابروتش الزيرو في القوس الاول هيكون عندنا اكس ماينس اكس ماينس اتش، في القوس الثاني هيكون اكس بلس اكس
بلس اتش والمقام ما تغيرش. نقدر نقول ان القوس الاولاني اكس ماينس اكس يكنسلوا بعض، يتبقى نيجاتيف اتش، وفي القوس الثاني اكس بلس اكس 2 اكس بلس اتش. تقسيم اتش في اكس سكوير في اكس بلس اتش الكل سكوير. وصلنا للترم اللي مخلي البسط والمقام بأصفار اللي هو اتش، نكنسله مع بعض وعوض في المعادلة الناتجة بعد حذف الاتش من البسط والمقام بقيمة الاتش اللي هي بصفر، فيبقى في عندنا 2 اكس بلس 0 على اكس سكوير في اكس بلس 0 الكل سكوير. في البسط 2 اكس وفي المقام اكس سكوير في اكس سكوير، طبعا في كان ماينس هنا، يدينا اكس اس 4. نكنسل اكس مع اكس يتبقى 2 تقسيم اكس كيوب.